بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. يا سادة، احنا في بعض الأشياء ممكن تمر علينا في حياتنا وما نتصورش النتيجة بتاعتها ممكن تصل إلى إيه. ممكن ده يحصل في الخير بس كمان بيحصل في الشر. ممكن الواحد زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. ممكن نقعد مع جليس ونستهين بهذا الجليس، فالجليس ده ياخدنا إلى منحدر، وهذا المنحدر ننزل فيه إلى هو سحيقة بيبقى صعب إن احنا نخرج فيها. ومن أكتر الحاجات اللي ممكن يبقى فيها جليس، هذا الجليس مدمر لحياتك، هو جليس الإدمان، لأنه جليس ما بيتهونش، ما بيعرفش يفرق ما بين واحد وواحد. تو ما قعدت معاه بيسحلك وبيقضي على إرادتك وبيخليك في الحقيقة إنسان، وكأن حصل لك إن أنت اتبدلت بالتعبير المصري. الإدمان جليس ما هواش في أدنى أشكال الرحمة، لكن إحنا عشان نقدر نتكلم عليه لازم كنا نتكلم عنه مع أهل الاختصاص. واحنا معانا الدكتوره حنان الرصاص، الاستاذ الدكتور حنان الرصاص، استاذه الطب النفسي وعلاج الادمان. دكتوره حنان، ازاي حضرتك؟ ازيك دكتور عمرو، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ايه اللي بيدفع الشخص للادمان يا دكتوره؟ هو الاول بس خلينا نعرف ان الادمان هو مرض، هو يعني مرض من سنين كده عندنا ادكشن ديزيز، هو مرض الادمان. فدي بس حاجه حابه اعرفها للناس، وان هو بيحصل تغيرات معينه في كيمياء المخ وتغيرات معينه في الاماكن التشريحيه بتاعه المخ، فبالتالي بتغير تصرفات الشخص وافكاره ومشاعره وسلوكياته. يعني دي بس حاجه كده عشان الناس تبدا تعرف ايه هو الادمان. ودوت ياكد العباره اللي احنا قلناها، اللي هي ان هو كده اتبدل، ممكن يتبدل يبقى حد تاني خالص. بالظبط. وزي ما حضرتك كده قلت ان هو بيسحل الشخص، هو فعلا بياخد الاخضر واليابس. يعني المرض الادمان بنسميه كده بين قوسين هو فقدان السيطره، لوس اوف كنترول. الشخص لما بيدمن هو بيفقد السيطره على اي حاجه، على سلوكياته، على تصرفاته، على حكمه، على ممكن يعمل اي حاجه في سبيل ان هو يحصل على الماده المخدره. ودايما حتى بنقول لساعتها الاهل ان دوت المخدرات مش سوق. يعني هو مثلا بيسرق، بيكذب، بيعمل، ده المخدرات اللي بتخليه يعمل كده. ممكن الشخص هو اصلا عمره يكذب، لكن المخدرات بتخلي شخص يتبدل فعلا في حاجات كتير جدا، يعني حاجات عمره ما يعملها ويتجرأ ان هو يعملها. ايه بقى اللي ممكن يدفع الشخص ان هو يبدا ياخد مخدرات؟ هو كذا حاجه، عوامل كتير ما عندناش حاجه تقنيه، بس من ضمنها الشخص اللي عنده استعداد جيني ان هو ممكن يبقى لو جرب يدمن، وده ظاهر كتير في ماده الخمور في الكحوليات. ممكن الشخص يكون عنده سمات شخصيه معينه قابله يبقى يدمن الحاجة، يقعد يدوس فيها لحد آخرها. عدم تعامل الشخص مع الضغوط، عدم قدرته على التكيف، ما عندوش مهارات معينة. أسباب كتيرة، الضغوطات المجتمعية، شاف لونت بيهيفير، اتعلم إن هو يشرب المخدرات متاحة في المكان اللي هو عايش فيه. يعني بس دي كده نبذة، بس في أسباب كتيرة جدا دي إزاي ممكن الشخص يخش في الإدمان. هل الإدمان بقى دكتورة دايرة مقفولة صعب الخروج منها، ولا ممكن الواحد يخرج منها؟ ده أجمل سؤال بقى. هو ممكن العلاج، وده اللي نفسنا ناس كتير تعرف، إن ينفع الواحد يخرج منه، إن في علاج. في علاج، في ناس كتير علاج عشان ما تبقاش عارفة. يعني سمعت بس بالصدفة إن حد يقول ده في علاج للإدمان. هم دايماً تبقى فكرتهم إن أنا عمري، من ضمن الأفكار المعتقدات الخاطئة عند الناس اللي عندهم مشكلة مخدرات، برضه بين قوسين إحنا ما بنحبش نسميها مدمنين، بنحب مخدرات عشان الوصمه والاستيغما. صحيح. فدايما بنقول لهم ان في تبطيل. يعني ايه؟ هم كتير ما عندهمش فكره ان انا ممكن ابطل، انا ماليش تبطيل، عمري ما هتنيني فايق طول عمري. دي خطيه بتبقى عندهم وبتخليهم حتى يكملوا في البروسيس، في عمليه الادمان. فممكن يخرجوا، طبعا ممكن يخرجوا. طب ازاي يتم التعافي بقى يا دكتوره؟ طيب هو طبعا على حسب الماده المخدره العموم كده. في عندنا علاج الاول بيبقى علاج دوائي عشان اعراض الانسحاب اللي بتبقى موجوده في الاول، بتاخد لها مثلا من حوالي مثلا ممكن يعني من 5 ايام لحد اب تو اسبوعين، ممكن عند بعض الناس تطول شويه. عشان نهدي الاعراض الانسحاب الموجوده عند الشخص، تمام، بحيث ان هو ما يحسش بيها. هو الدواء المخدرات يعني ما بقتش في جسمه، فبيجيله اعراض بقى الام مثلا لو مالت مثلا هيروين او كده، فبنديله حاجات مسكنات عشان تهدي هذه الاعراض، جسمه يبدا يتعافى
المورفينات الاندورفين او المورفينات الربانيه يعني. بعد كده يبدا العلاج الاساسي، علاج الادمان هو علاج نفسي، تبقى مدرسه العلاج التحفيزي في الاول، ان احنا نبدا نحفزه هو يبدا يدخل في العلاج كده، بتتبعها مدرسه العلاج المعرفي السلوكي، بنشتغل على الافكار والمشاعر بتاعته والسلوكيات، ويبدا بقى يبعد عن الاماكن والاشخاص اللي هو كان بيبدا يقابلهم، بنغير بعض الافكار اللي عنده عن طريق ان احنا اول بنطلع الافكار بكده نبدا نغير. عمري ما عارف ابطل، الحل ان انا ابطل بالمخدرات، الحل ان انا اتعامل مع مشاكل المخدرات، كل الحاجات دي بقى بتبقى جزء كبير من العلاج النفسي. بناخد يعني مبدئيا كده اقل حاجه بتبقى 3 شهور عنده مشكله مخدرات يتعالج لمده سنه لسنتين، وبعد كده ممكن نبعد فترات المتابعه، بس بيتابع مبدئيا كده في الاول كل اسبوع او كتير قوي كل اسبوعين، في علاج فردي في علاج جمعي. هل يا دكتوره في طرق للوقايه من الرجوع مره تانيه للادمان؟ وايه دورنا احنا اذا كان في اي حد عنده في محيطه او حتى المجتمع، ايه دوره في التعامل مع متعاطي المخدرات؟ طيب هو اول حاجه عشان الشخص ما يخشش ده اللي نفسنا فيه، وفي كتير حتى من الاماكن الطبيه بتعمل حملات للتوعيه حتى الشباب الصغير والناس المراهقين، هو ما يخشوش. اول حاجه ان احنا دايما ننصح بيه الناس، يعني انا هو دكتوره حنان، لو انا جربت انا ما اعرفش اذا كنت انا هبقى بس متعاطي ولا هخش في الادمان، ما حدش فينا يعرف. فمن اولها ما حدش يخش، يعني ما نجربش، زي حتى في الدين كده ما نجربش نبعد عنها. في تعبير معروف في الادمان، انت مش هتعرف، مش عارف ان انت هتنزل الزحليه امتى، التعبير اللي هم بيقولوه بالظبط، يعني هتحول امتى من متعاطي لحد مدمن، ما حدش فينا عنده فعلا يقيم بالقصه دي. فاول حاجه ما يجربهاش. طبعا للصحاب، لو انت بتقعد دايما مع ناس بيشربوا احتماليه ان انت تاخد هتبقى عاليه، وشغل ان الواحد يكون مشغول باشياء او متعلم مهارات تساعده على التكيف مع الضغوط، لان الضغوط في مجتمعنا من اكثر الحاجات ممكن تخلي خايف كده يشيل الفيشه يفصل عن الحاجات اللي مضايقاه فياخد مخدرات. فكل ما يكون عنده مهارات التكيف احسن بقى، رياضه، قراءه، علاقه بربنا سبحانه وتعالى، مشغول، عنده انشغالات باشياء معينه، عمل تطوعات ومشغول عنده مهارات، في نفس الوقت ما يجربش ويشوف صحابه هم يعني بيعملوا ايه، عشان الاغلب ممكن يتاثر بيهم. احنا بقى دورنا كمجتمع اول حاجه بس ان احنا ما نوصمش الشخص انه مدمن، نقول دايما هو شخص، واي حد فينا عنده حد في بيته او حد يعرفه من صحابه يزقه للعلاج، هي دي اهم حاجه. طب الشخص ندفعه للعلاج، ولو حد من الاهل عنده حد مدمن او عنده مشكله ما يساعدوش ان هو يكمل، ازاي؟ ما يدوش فلوس، يحسسه بالخساير عشان يبطل بدري، بدل ما يخسر كل حاجه وبعد كده يجي يبطل. دكتوره حنان، هي دي بيصعبوا عليهم كده. دكتوره حنان انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، في الحقيقه كان الكلام مهم جدا جدا، واحنا دايما لابد ان احنا نستمر في التعامل مع القضايا اللي هي في الحقيقه هي قضايا مدمره للانسان ومدمره للحياه. فانا شكرا يا دكتوره حنان.